بحضور عدد من الرياديين والسياسيين والإعلاميين، نظمت عصبة أرغاو بتنسيق مع الاتحاد السويسري لكرة القدم وجمعية الحكام السويسريين تظاهرة رياضية لكانتون أرغاو، وذلك بحضور المغربي كضيف شرف لهذا الحدث الرياضي من خلال تحكيم النسوي المغربي. هي أكبر التظاهرات على صعيد الجهوي وفرصة سنوية تلتقي فيها شخصيات رياضية وسياسية وإعلامية. اليوم أنا جد سعيد بحضور حكمة مغربية من قارة أخرى لقيادة مباراة نهائية، وهذه بداية فتح قنوات التواصل مع الرياضة المغربية ولتبادل الأفكار والخبرات. جاء ذلك نتيجة مشاورات مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ممثلة في شخص السيد يوسف رشاد، كما أن هذا اللقاء يعد فرصة للتعرف على الثقافة المغربية ودعوة للمجتمع السويسري للانفتاح على الحضارة المغربية. مرة أخرى أنا جد سعيد بهذه الخطوة وأتمنى أن لا تكون الأخيرة، وبدورنا سنقوم بزيارة للمغرب للتعرف عن قرب عن هذا البلد. مشكورين بزاف وفرحانين بهذا الموعد الرياضي القيم اللي كيشارك فيه عضو ديالنا ديال الجمعيه ديال الوطن المغربيه السويسرا سي يوسف رشاد، اللي هو عضو مع الجمعيه ديال الحكام السويسريين ومدينه أرغاو الفرقه الرياضيه ديالهم. وهذه الفرصه يعني في هذا اليوم الجميل عندنا حنا سميتو لنا بدايه الربيع تقريبا هنا كتبشرنا بزاف، وكنغتنموا الفرصه باش الاعضاء ديالنا دونك اللي كيمثلوا الجاليه المغربيه هنا في سويسرا يبينوا الواجهات الايجابيه ديال المكونات ديال المغاربه اللي كاين عندنا في سويسرا، وحتى العطاءات ديالهم على الصعيد مثلا الرياضي ولا الاجتماعي ولا العلمي ولا في كل المجالات. وهذا بالفعل كيساعد باش يرفع من الصوره ديال المغرب، ويمكن الشعوب كالشعب السويسري مثلا الشعوب الاوروبيه باش تعرف اكثر على البلد عن طريق الجاليه ديالو. المشاركة المغربية في هذه التظاهرة كانت لافتة من خلال اختيار الحكمة المغربية فاطمة الزهراء الحبشي كأول حكمة عربية وإفريقية تتشرف بإدارة المقابلة النهائية لكأس كانتون أرغاو الجهوي للسيدات في كرة القدم. وقدمت الحكمة المغربية مستوى جيدا وأبانت عن مؤهلات استحسنها المسؤولين في جمعية الحكام السويسريين لكرة القدم، كما نالت إعجاب الجماهير السويسرية لتقدم بذلك مثالا بارزا عن التحكيم النسوي المغربي وعن كفاءة المرأة المغربية بصفة عامة. الحمد لله المقابلة كيف ما شفتوا دازت في أجواء رياضية، والحمد لله كانت هذه تجربة اللي غتزيد بيا القدام وشرفت فيها بلادي، وهذا هو الهدف على جيت. والحمد لله كنتمنى من تألق لتألق، ودائما المغرب يكون في القمة بحكامه بلاعبي بكل كل كل يضافر الجهود باش نرقاو بالمستوى ديال بلادنا. الحمد لله وشكرا. هذه خطوة جد إيجابية بحضور حكمة مغربية لقيادة المباراة النهائية النسوية لكرة القدم، ونعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح للنهوض بالرياضة في البلدين، ونحن رهن الإشارة لتبادل التجارب والخبرات لما يخدم التحكيم والرياضة عموما. وتهدف المشاركة المغربية إلى إبراز المواهب المغربية في مجال التحكيم عموما والتحكيم النسوي على وجه الخصوص، وما وصل إليه رغم بعض المعيقات في أفق عقد شراكة بين البلدين بهدف الاستفادة من الخبرات السويسرية في هذا المجال. كما تعد التظاهرة فرصة للتعريف بالمؤهلات الطبيعية والحضارية والثقافية للمغرب، ناهيك عن إطلاع المجتمع المدني السويسري عن حقيقة الصراع المفتعل في أقاليمنا الجنوبية، وشرح مقترح الحكم الذاتي للسويسريين الذين تغيب عنهم حقائق كثيرة عن هذا الصراع الذي عمر طويلاً. الهدف من التظاهرة الرياضية
هو التعريف بالثقافة والحضارة المغربية وتقريب الشعب السويسري من الثقافة والحضارة المغربية. والهدف كاع والدور الكبير اللي خص يقوم به كاع الجالية المغربية خارج الوطن وخصوصا في سويسرا هو التعريف بالوحدة الترابية ديال المملكة المغربية. ولا يخفى على أحد اليوم الدور الذي أصبحت تلعبه الدبلوماسية الموازية كآلية داعمة ومكملة للدبلوماسية الرسمية في الدفاع عن القضية الوطنية وعن مصداقية مقترح الحكم الذاتي. فالجالية المغربية مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى نسج علاقات مع الفاعلين واللوبيات الضاغطة داخل المنظمات الدولية غير الحكومية حتى تستطيع إسماع صوتها وفرض وجودها داخل الساحة الدولية، شريطة أن تتوفر لها كل الظروف المادية والمعنوية وإطلاعها بآخر مستجدات وحدتنا الترابية حتى تستطيع أداء دورها على الوجه الأكمل. هي تظاهرة رياضية يرمي من خلالها منظمها إلى إبراز التنوع الحضاري والثقافي للمغرب وفرصة سانحة للتعريف بقضية وحدتنا الترابية التي يجهل عنها المجتمع المدني السويسري شيء الكثير. لقناة مغاربة العالم، الغالي محمد رشاشدة، سويسرا.